انا لما اجي اقارن النهارده بين فيلم قديم وفيلم حديث، مهما كان الفيلم القديم ده فيه بلطجه من فريد شوقي لبعد كده الوقت التاني اللي هو الملون، الافلام الملونه اللي في النص، انا ما وصلتش للمرحله بتاعه افلام الاشخاص، مش عايزه اقول ممثلين بعينهم، للمرحله اللي احنا فيها. انا عمري ما شفت فريد شوقي وهو بيضرب حاجه بيقول الفاظ وحشه، بيبقى في منتهى الرقي، يعني بيضرب بالكراسي بس بيقول الفاظ راقيه. فانا اللانجوج نفسها اتغيرت، اللانجوج بتاعه الاشخاص في الافلام اتغيرت. البلطجي زمان غير بلطجي الافلام دلوقتي. البلطجي دلوقتي هو اولا اللي بيفوز في معظم الافلام، زمان ما كانش بيفوز، لا هو كان يا اما هو اللي بيتسجن يا اما الخير لازم ينتصر. حتى نقول ده شغل افلام قديم، هو لازم الخير اللي ينتصر، فده كان بيحصل. طيب لما نيجي نشوف الافلام اللي حضرتك قلت عليها، غرام الافاعي، عندنا موعد على العشاء، هي سمته هو سماها بس في منتهى الرقي في الاخر. ازاي؟ انا مش بقول نسم بعض او بعض برقي، لكن انا بقول الفكره نفسها قد ايه وصلنا ان الراجل ده دمرها طول الفيلم حسين فهمي، وقد ايه ان هي تحملت طول الفيلم، فوصلنا في الاخر لمرحله خدت قد ايه؟ خدت دقيقة. لما قلت له انا حاطه لك سم، خدت دقيقة واحدة. يبقى اللي شاف الفيلم كله ممكن ما يبقاش شاف الحتة الأخيرة دي، مش هي اللي أثرت على أحداث الفيلم من الأول للآخر، في شتايم وضرب، لا مفيش الكلام ده خالص، بالعكس هي طول الوقت مستسلمة وهو بيمكر في هدوء، يعني كان ماكر بس في هدوء. لكن النهاردة أنا من أول لحظة في الفيلم بنطلع المطاوي، بنطلع الالفاظ اللي مش كويسه، بنبدا نعمل اعمال البلطجه، فهي دي الصوره اللي انا بتفرج عليها لمده ساعتين متواصل، مش الصوره بتاعه اخر لقطه في فيلم، فده الفرق. لكن انا ما شفتش في اي فيلم تاني او اي ميديا قبل كده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، فطبعا ده اللي مأثر، ده السبب الرئيسي.